ينضم إلينا زياد منصور للحديث عن هذه المباراة من أمام ملعب أولد ترافورد في مانشستر أو من داخل أولد ترافورد عفوا. زياد، يعني المان يونايتد سيحاول يعني اليوم أن يضرب عصفورين بحجر واحد، أن يتوج باللقب الغائب عن خزائنه، اللقب الوحيد، أيضا أن يفوز بهذه البطولة المؤهلة مباشرة لدوري أبطال أوروبا، خاصة بعد تضاؤل حظوظه في احتلال المراكز الأربعة الأولى مع فوز الأرسنال يوم أمس على ساوثهامبتون. نعم طبعا، مساء الخير زميل اسماعيل ملعب أولد ترافورد. الحقيقة لربما هو رهان، هو جوزي مورينيو قال بأن السبب لأنه لم يملك اللاعبين الكافيين خلال المباريات الكثيرة التي خاضها الفريق، لكن إن نظرنا لما حصل بالأمس فوز أرسنال كما ذكرت، لو كان يونايتد هو من فاز على أرسنال ولو فاز بالمباراة المؤجلة التي سيلعبها في الأسبوع القادم كان مرشحا قويا أن ينهي الموسم بين الأربعة الكبار، خاصة بعد تعادل ليفربول الأسبوع الماضي. إذن هو كان رهان خطير جدا بالنسبة لجوزي مورينيو. نعم ربما هم المرشح الأول لتخطي هذه المباراة وربما المرشح الأول لتحقيق اللقب، لكن كما نعلم في النهائيات لا يمكن أن تحكم ماذا يحصل إن وصلوا للنهائي في ستوكهولم وخسروا النهائي حينها، هذا يعني عدم التأهل لدوري الأبطال، رغم أن مورينيو قال إن حصل أمر كهذا فهذا يدل على أننا لا نستحق اللعب في دوري الأبطال وبأن لسنا في هذا المستوى. لكن بالنسبة لنادي مثل نادي مانشستر يونايتد، التواجد في دوري الأبطال ليس ضرورة من الناحية المادية لكنه أيضا من ناحية القيمة، لأن نادي مثل مانشستر يونايتد مكانه المعتاد هو في دوري أبطال أوروبا. عدم النجاح في ذلك ربما كما ذكرت في تقريري هذه الدقائق التسعين وربما النهائي ستحدد إن كان مانشستر يونايتد ناجح أو متواضع جدا، لأنه إن فاز طبعا باللقب يكون حقق كأسين طبعا وتأهل لدوري الأبطال وهذا نجاح كبير، عدم فعل ذلك طبعا سيكون أمر خطير جدا. طبعا الضيف سلتا فيغو في المقابل حسب ما قال طبعا المراسلين الإسبان اللي تحدثت معهم بالأمس، ربما مباراة الذهاب كانت أسوأ مباراة لهم هذا الموسم، لذلك ربما سنرى سلتا فيغو مختلف في مباراة اليوم. الفريق الذي سجل في المباراة الست الأخيرة خارج ملعبه في الدوري الأوروبي يسعى لتسجيل هدف على الأقل هنا في ملعب أولد ترافورد، قد ينقل المباراة الوقت الإضافي. لا يملك الفريق ما يخسره، سيدخل هنا بكل ما يملك ربما يصنع تاريخ كبير لنادي سلتا فيغو. شكرا جزيلا لك زياد منصور، كنت معنا من داخل ملعب أولد ترافورد بمانشستر.